شوف المولو مساء الخير متتبعي مجلة 24، تحية لجميع المتتبعين الأوفياء على هذا المباشر، هذا البث المباشر. صراحة الله اللي غادي نحكيو في واحد سرد قصة وقتلة سيد الملقب رماد عبد العزيز الملقب بالبرود بالخيبرة الصناعة التقليدية. كما كتشوفوا هاد المواطن السي رماد اللي هو تبعت من رماد ويعاود لنا القصة ديالو، اش وقعت ليه مع الزوجة ديالو. كان خياط ساكن في مدينة البروج، سنوات تعلموا على يدو مجموعة ديال شباب نساء تعلموا على يدهم. كان خياط معروف انه كيدير الخياطة ديال النساء ومعروف بمدينة البروج وحتى في السطات، ولكن شاءت الاقدار انها تحول من 90 درجة لصفر. كيفاش السيد غيتحول الحياة ديالو من جحيم سبب الزوجة ديالو على حساب الحكاية ديالو؟ وبغيناكم تبقاو معنا باش نشاركوا معنا هذا الفيديو تبارطاجيوه. بغيناكم تبارطاجيوا معنا الفيديو باش، لان اغرب قصه غادي نعيشوها مع سي عبد العزيز. البالغ العمر ديالو 55 سنة ديالو بسبب تهور ديال الزوجة ديالو حولات الحياة ديالو إلى جحيم. سي عبد العزيز معروف حتى بالراجا ياك؟ انا معروف خبزان. كنت تاكل خبز؟ خبز صافي. شحال واحد كيقول لي واش انت برساوي ولا رجاوي؟ انا كنلبس اللبس حتى رجا حتى بارسا حتى ريال. انا الهوايه ديالي هو نكون عانق شويه. علاش اخويا؟ انا ديت حالتي وما ديتهاش حالتي، راني دخل المستشفى امراض عقليه نوبه واحده كيمشي فيها. وانا دخلت النوبه الاولى كتفوني المرأة وكتفوني العائلة ديالها وكتفوني داوني البرشيد وانا على صحة جيدة. لا حول ولا قوة الا بالله. نرجعوا من البداية الحياة ديال الزوجية ديالك. الله يجازيك بخير والله يرحم والديك
هذه الظروف ديالي بغيت دزتي في دوزام، دزتي في برامج اجتماعيه بزاف مع الخيط البياض، دزتي مع قصه بزاف. الناس دزت بزاف، وحتى من هذيك سميتها اخبار ديال ستار حتى هي، وقالوا لي غنجيو نديروا لك واحد السيكانير وما جاوش داروا لي، واليوم ما بقيتش باغي انا ادويه، وليت باغي نوصل صوتي، وغدا ولا بتغدا الا مت الله يرحمني ويرحم ام سيدنا محمد. اليوم انا كنشوف بعين الرحمه لخوتي اخرين اللي ما يطيحوش في هذا الموقف اللي طحت فيه انا، اللي انا تزوجت شحال ديال المرحله، واش جوج خطرات وهي دخلني المجتمع امراض العقليه صاحبي. صحه والطبيب كيخرجني، يعني مستحيل ملي خرجت فواحد الظروف ومشيت عندهم قالوا لي واش كي درتي تخرجتي؟ قلت لهم رانا هربت صدقوني. وراه الطبيب اللي خرجني. انت ما مسطي ما والو؟ والو، انا مشيت عطيتهم معلومات سبحان الله العظيم من دوك الناس اللي هما مكلفين بديك المستشفى امراض العقليه، يعني ما خلاونيش تحت شي فرصه، انا عطيتهم واحد المعلومات اللي خليت كاع البريميه كلهم حالين فمهم فيا. ملي جا الطبيب قال لهم هذه، قالوا لي هذه خرج على صحه جيده، انا كيحطونا فشي جبابين خايبين، وقلت لهم اختي نصيره وغوت بالربي اللي خلقني، وحتى داوها فيا جميعا كنتغداو غير في الجره، وقلت لهم هاد الجباب اللي كناكلو فيهم راه ما ياكلش فيهم اصاحبي حتى الكل، اللي كان فشي جبانيه ينوض يغسلها. الغد صبحو كاين اللي مكلف بالميناج صباح كيغسل في الجبابن، وجيت عنده قلت له سي شعيب ياك ما نعاونك في الجبابن نغسلهم معاك، قال لي سير اود الحرام نوضت عليا الصداع ونوضت عليا حاله. واش انا مريض؟ انا كون كنت مريض راه مستشفى ما خطلقنيش، راه كاين اللي 3 سنين ووعدهم، كاين اللي 12 عام ووعدهم، ما كيحلوش عليهم البيبان. كيفاش شفتي الاجواء ديالك داخل المستشفى مرضى؟ اخويا واحد الصعوبات، وتزوجت عطاني الله واحد المهنه اللي انا كنوض في الليل في صاله الفجر قرا لينا الاذان ديال الفجر، كيسمع الاذان ديال الفجر، وكنوض ودوك المرضى حدايا ناعسين، وكنوض كنتي من عبوده، وكنصلي لله سبحانه وتعالى. كيجي خارج توضا؟ لا كيسدوا عليكم؟ كيسدوا عليك بالسواس. وانا فوسط من داك السيلون وكنوض تيمم على واحد البودره واقفه، ديك البودره الوسط، وكنوض تيمم على ديك البودره، وكنسجد الله وكنطلب الله سبحانه وتعالى يخرجك من المحنه، بهذيك المحنه، ويخرج هاد الناس اللي هما مرضى دايرين بيا، هاد الناس اللي هما مراد اكثر مني. انا فقت في هذاك الوقت واستوعبت ونط تيممت، وما دوك الناس اللي هما كوما ما بالك هما مساكنة، كاين اللي باقي دابا حاليا كاين اللي عنده 16 سنة وهو في مستشفى أمراض عقلية، نفاو عائلته ونفاو نساوش ما بقاش مسكين. وكاين قصص تلاقيتي مع الناس تما، كاين اللي مصيفطينو صحة دولي رزقو يعني اش نقول لك، واحد الصعوبات كيعيشوها بداك السبيطار، اش نقول لك، غير اللي شاطع العائلة ديالو وبغاو يديو يلوحو تما ويعطيو عليه الفلوس يقدر ما يخرج في سنين ربعة خمسة حتى كيخرج فقدي. كيف تخرج مسكين مسطي ديال بصح؟ بصح بصح بصح. لا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله. شحال دوزتي في؟ الشدة الأولى أخويا ملي دخلت دوختهم، سبحان الخالق سبحان الخالق على ذاك الطبيب اللي عطاهم في البروج وكتب لهم ورقة بالله راه مسطي، ومشات المرأة زورت الأوراق وعطات عليا الفلوس حتى تمونطيت بالقنانب، وما جبرت راسي في وسط المصحة ديال فسطاس في وسط مصحة ديال برشيد، أييه مستشفى أمراض العقلية. وهذيك الوقت اللي دوزتي فيها أنت ما كتقول لي ما ودي أنا ما عندي والو. راه كنتحدت معاهم وكنلعب معاهم الرامي وكنلعب معاهم الكارطة وكنلعبوا روندا، وهما كياخذوا خبرة من دوك اللي هما واش كيلعبوا مزيان، واش هذا ما كيزلقش بعد الكلمات كيضلوا مراقبينك، ولكن انا راقبتهم، هما اللي كانوا مدينها فشي حاجه تافهه، انا راقبت اكثر من داكشي اللي كيراقبوا الطب تما. ملي انا راقبت الجبابن وهما مراقبين الكارطه، شكون اللي هو طبيب انا ولا هما؟ بالفعل بالفعل. ورانا اخويا عشت واحد الظروف صعبه. المهم اخويا ملي انا اول ما خديت هاد السيده خديتها على سنه الله ورسوله،
تزوجتي بها كنتي انت ديك الساعه خياط؟ اياه بالحانوت ديالي وكاري الدار ديالي وانا غير زوفري هذيك اللحظه. في التسعينات 91 اييه. واخويا ملي خديتها على سنة الله ورسوله خديتها من ماشي مشيت تحس للفوق تحس للفقراء، ما تحسش لشي وحدين اغنياء او لا لاباس عليهم او لا عندهم سكن ديال دار، راه ما عندهمش الا واحد الزريبه وعندهم واحد النعيجات وواحد المعيزات كيباتوا معاهم في عين المكان فين هما كيسكنوا حاليا. والوقت اخويا اللي انا تناسبت معاهم خمسة خطرات وانا كنخطب، يعني مستحيل يصدق العقل ويقول خمسة الخطرات وانا كنخطب من عندهم على ود المرأة اللي انا بغيتها تهز بيا وتبر بيا ونبر بيها، وكنت في صحة جيدة وكنت خدام في صحة جيدة وعلمتها الصنعة ديال 14 سنة ملي خديت كزهرة، علمتك صنعة ديال 14 عام وانتي كتخدمي الجميع كل من هو خياط في البروش كيدفع لك الخدمة، وانتي كتقولي يا قابل الكرة وقابل الصير ديال الدار، وكانت زاد عندنا الدري فيه مرض من ديبار وبقيت كنعاني معاه واحد الخمسة سنين حتى كبر حتى فتحت ليه. تقاتلتي معاه؟ حتى وكان تعافرت مع ولدي حتى وكان فتح ولا بخير وعلى خير. زيد الوقت اخويا اللي انا خديت هاد البنت الناس على سنة الله ورسوله علمتك الصنعة وديك فلوس الصنعة 14 عام 14 عام راكم ما عطيتيش منها 4 دريال ليا، ما عطيتينيش 4 دريال، كتقولي ليا فلوسي هادو ماشي سوقك، انا باغي نجمع وباغي نشري سكن. الوقت اخويا اللي مرت اللي مرضتني هي بالعصاب ديالها عطات باها ما يبلغ من 12 مليون وشراو ليها 45 ميتو او 40 ميتو، راه نسابي ما كانش عندهم السكن، راه كيعرفوا اقليم البروج كله كيعرفوا البروج بلا نسابي ما كانش عندهم سكن، كانت عندهم زريبه وزهره ولات هي اللي عندها السكن، هي اللي ب 45 ميتو بالصنعه ديالتي باش علمتك بالصنعه ديالتي باش جمعت الفلوس. انت الصنايعي في هادشي ديال الخياطه؟ انا معروف، يعني دابا الان الكليان باقيين كيموتوا عليا في البروج، شحال من وحده وصلت عندي حتى وكان حتى لهنا وقالت لي راه ما لقيناش بحالك في الصنعه عزيز، علاش؟ حتى الخياطه معترفين بيا، اصدقاء ديالي معترفين بيا، علاش تيسميوني الخيره؟ انا ما جاتش على بالي انا اللي قلت لهم الخيره، راه سموها لي الصناعيه اللي دايرين بيا. والمحيط اللي انا كنعيش فيه هما اللي لقبوني بالخيره. يعني خبير في الخياطه؟ نعم. هذا هو اللي مشى عندي وعلمت المراه حتى هي حتى ولات حتى هي عندها خبره. وجمعت واحد الرصيد ديال 12 مليون ولا اقل او اكثر، المهم هذيك اللحظه ملي عطات باها الفلوس وخذوا 45 متر، تصور انا في مستشفى امراض عقليه وهما كيتكاتبوا واش يشريوا لها 45 متر، وانا في مستشفى امراض عقليه خرجت من السبيطار كنستاشر معاه قالت لي راه كيبنيو لي خوتي بواحد واحد شرا ليا خويا حقا كنبنيو في واحد السكن، مشيت طليت عليهم لقيتهم كيبنيو في الساس، قالوا لي سير تاع عزيز مريض سير عزيز للدار ونعس، سير ابقى مريض ونعس، وخلاتني مريض في الفراش ثلاثات سنين وانا كنعاني بوحدي حتى تجمع لي الكرة ديال ديك الدار. وعقلت مولاها الله يجازيه بخير والله يرحم والديه باقي على قيد الحياة، وخا ماتو شي وتولى واحد الوريث هو ومورا باقيين على قيد الحياة، الله يعمر لي الدار والله يخلف عليه. ديك الدار باقا مهجورة لدابا، وخا خرجت منها وجيت وسديتها وحكمت عليا المحكمة بالإفراغ، وعطاو مشات المحكمة هي اللي فرقعت والسلطات هما اللي فرقعوا المحال وعطاو الساروت لمول المحال، علاش أنا كنت في حالة سيريا وكنت في حالة مريض جيت لدارنا تحت طيحة وحدة، وعطيتهم أخويا من الوقت اللي هما وليداتي كبروا شي شوية خوها بغا يتزوج، نقزوا دارو خطبوا عليه تا دارو تاع يوم ما لقاوش من يعطيهم أو لما وافقهم شي ناس أخرين، قالوا لي يا عزيز بغينا بنت خصك
ملي قالت لي المراه قالت لي بغينا بنت خصك نزوجوها لخويا. قلت لها انا باها انا خوها، انا عطيتكم بلا ما يكون باها، وخا باها في الطاليان غير مربينا، هادي تصورها الدريه غير مربينا، وجات امها تسول عليها من بلاد اخرى ودارنا نكرو ودارنا ما بغاونيش نقول هاد الدريه مربيه. ودابا اصبحت هكا ما بين الشبكات بين مراتك وولادك وبين داركم وما بين دارنا، وما تقولش هذيك راها مربيه. ونادو تا هما تلقوا لي بنت اختي، بركت عندهم واحد الفتره ديال عامين ولا ثلاث سنين، وعقبت ولدت معاهم واحد البنيه وطلقوها هي تا هما. يعني دابا العائله انا بقيت مشرد غير بوحدي، ما عنديش لا حنين لا رحيم سوى ربي الكريم. الوقت اللي مرت هاد المرضى راه كانت قيه ونجي على راسي، بقيت غير اللي ما قيه قرعه الماء ما لقيتش. ما لقيتيش تكرفست على ولادك كلشي مشى، وتكرفست حتى على عائلتي علاش عطيتهم الدريه وعاود طلقوها ليا. بحال تشمتي؟ انا ماشي شمته، انا نهار الاول تشمت ملي خمسات الخطرات وانا كنطلب من عند الفقاره، وباها كيتخلى عليا، وباها كان في واحد الحاله ما هواش، ماشي مؤمن، ماشي كيصلي الوقت ديالو في الجامع بحالو بحال دوك الناس اللي هما اصحاب البرود. باها كان خارج الطريق متحارب، ولحد الان رانا كنعيش واحد الظروف صعبه. ملي انا ولدي شد في الحبس ومشيت دقيت اداره الشجون ودقيت عليك وديت لك 60,000 ديال السلعه، 60,000 دقيت عليك وقلت لإدارة الشجون راه هذه إدارة الصلح، صالحوني أنا وولدي الله يجازيكم بخير، راه مدة هذه 4 سنين مشتيه وما شفتوش، وفي المحكمة وما خلاونيش نسافر نشوفو، قالوا لي حقا راه واقف معاه واحد السيد وقلنا لي باه ما عندوش أي سيمة، واش هادو أنا اللي باه على قيد الحياة ويديروا باه راه الدري راه مشدود وداروا واحد يوقف معاه راه حقا راه يتيم، باش يوقف معاهم واحد باش يعطيه الفلوس باش يوقف معاهم في المحكمة. عاود لا كان باغي مثلا هما كانوا باغي يخرجوه سيبقوا عاطينه مع 3 شهور ولا 4. وما شافش فيا بعين الرحمة، راه هادي راه أنا تأزمت. علاش ما كان ناكل؟ مبغاش يشوفك. مبغاش يشوفني، ودخلت حتى لإدارة الشجون وخاد البانوار ديالهم، وخاد البانوار ودخلته لأمو وقال لي راه خاصني الكارو، جات عند أمو قالت لي راه خاصو الكارو، ورغم ديالك درتي ديال الماسو وقلت لها سير خذي الكارو اللي خاصك من السكن داخل الحبس. يعني انا اللي غادي درت ليسانس من هنا وصلت تمايا كجبرت واحد واقف غايدينا للقلعه فين هو مشدود. ملي وصلت عطيت السيد اللي غادي معنا بالطونوبيل حلف عليه تياخذ واحد 100 درهم من عندي حلال لله، علاش راه غادي يخاسر وقته وغادي يخاسر طونوبيلته معايا. وما شافش فيا، واليوم راه مرضتني هاد المراه، مرضتني واحد المرض اللي هو صعيب عليا، اللي ما نقدرش نتحملو حتى دقيقة. علاش؟ راه يكون واحد الصديق. دخل اخويا مرحبا، دخل دخل اخويا مرحبا. يعني كنعيش واحد الآلام الله اللي كيعلم عليا. دابا هاد الشهر عيش ما نطلب، عيش ما نراوغ، عيس ما نهضر. دبرت على النمر ديال ولدي وهضرت معاه في التليفون وهضرت معاه في الواتساب وقال لي لا هذا ماشي هذا النمر راه غلط. هو اه تبغي تسمع صوته؟ بغيت نسمع صوته. لا حول ولا قوه. دابا اي واحد كيبان لي داير في الشارع كنشك كنقول هذا واش ولدي، وانا ما كنعرفوش في الوجه، ما بقيتش كنعرفو. شحال من عام شتي دابا؟ راه خليته اخويا في هذا السن، هذا هو راه خليته في هذا السن، راه خليته في هذا السن اخويا، خليته في هاد السن، خليته في هاد السن، دابا 20 سنة، دابا ربى اللحية، باش غادي نعرفو أنا؟ يعني أي واحد كيبان لي دايز من الشارع، باغي منه والو، باغي والو، أنا ما بغيت منه والو هاد مسالي، أنا تفرقنا على خير وبخير نبقاو مزيانين. وبغيتو ما يحيو سنة الرحيم. خلي ولادك تشوفهم. اه. محشومة. محشومة من جهة الله. واش أنا حتى نموت عادي يجي يقول لك حقا ولا يديروا محامي يقول لك حقا وريث.
راه ابي ولكن انا بغيت نشري. علاش جبت هذا؟ باش انا حاس بالموت فيا وحاس انا باغي ندير واحد السكانيرات وما غنديرهمش. انا الطبيب قال لي خاص ندير السكانير الاول والثاني في الدار ديالك. قلت انا ما غنديرهمش، الدواء اللي كان عندي شربته. الله يجعل البركه، كان الشفاء من عند الله، كانت الموت من عند الله. الف مرحبا. حاس براسك ما بقاش عندك وقت بزاف؟ حاس براسي ما بقاش عندي الوقت في الحياه ديالي. الله يجعل البركه ما دوز. واش انا من 67 شهر جوج 24 وانا في الحياه وانا في العذاب؟ عشت بلا اب، حتى الاب اللي غتوريه لي الام ديالي ما وراتوش ليا. لا حول ولا قوه. وتصور اصاحبي حتى من الدوار ديال بوانا ما كاينش اللي كيعرفوا بخوتي كلهم. خويا 50 عام ما كيدويش معايا. بغيت نعرف هاد الاخ تا هو اش عملت له اللي 50 عام قاطع الرانا. الوالدة حرضوا عليا، يعني ما بقيتش انا، ما بقيتش انا اللي انا ما دير راسها. وليت كنعيش بوحدي، رانا كنعيش بواحد العذاب اللي ما بعدو عذاب. رانا كنموت نطيق على خسر. انا كنبات نشاهد، يا ربي جيني الموت، يا ربي جيني الموت. علاش؟ بغيت نسجل هاد اللايف باش غدا ما ينوضش ولدي. يقول لك حق وارث يجي ياخد الخواتاتي ديك الدويره ديك 63 متر فين عايشه، فين عايشه الوالده، ولا ياخد ليا هاد الحوانيت اللي انا استفدته من البلديه، من المبادره الوطنيه. اللي الناس ساندوني ووقفوا معايا. علاش؟ كيعرفوني مزيان. ملي جيت اخوك قعدت 8 مرات درت كريريسه ديال طال معاشو، درت كريريسه ديال طال معاشو. ها هشام مول القهوه، هذاك الدري الصغير مول الكبسه هو سوق. دور مع زرقة الذهبية واحد حانوت بحانوت، ما تسولش غير واحد اللي قلتي لي البهجة طال معاشو. واش عاش معاكم واحد الفترة؟ واش عمرني خسرت مع زكريا. وتصور زكريا خلى لي أنا خلى لي زكريا نصيب عند مول الحانوت ومول الحانوت القسمية. علاش؟ أنا معروف هنا في السيكتور، أنا ولد السيكتور، أنا كنت كنخرج معاه الزناقة. كنت كندخل معاه الزناقة دويست بنادي مكازا اللي حبست حتى دابا هاد الزناقة. يعني أنا ولد هاد السيكتور. دابا شتي بقى عندك غير الذكريات هنايا. هاد الذكريات أخويا، هاد الذكريات ما خليت فين عانيت، ما خليت فين دعاس، ما خليت حتى حاجة. يعني لا حنين لا رحيم. بغيت أنا غير وليداتي يشوفوا بيا وها السلام عليكم انا نعطيك، راه قلت لهم انا نعطيكم. انا خويا نسيبي صيفط لي واحد الفيديو، الا قديتي التليفون ديالي تفتحو ونوريك الفيديو. انا صيفط لهم الفيديو، تعالوا نعطيكم البريكه ونعطيكم هاد المعيل ونزيدكم. انا نعود مثل ما كان في هاد المعيل، هاد مول الزيتون اللي كاين هنا وجمول الزيتون اللي عندي مزيان. الله يخف عليهم والله يجعل ربي يكثر ليا كل من هو شرح، والله يكثر من قراني، والله يخلف على المدينة اللي أنا خدمت مع سناك سناك وقهوة بقهوة، كلهم القهاوي اللي دايرين بيا في الساحة ديال مدينة سطاس، كلهم الله يعمر لهم الدار. ما كاينش شي ولد الناس اللي عمو خسره في وجهي. ها حميد الشواي ياك حداكم، الشواي الآخر اللي حداه من لهي، زيد حسن برا حداه من لهي، القهاوي كلهم سولوهم عليا البهجة. رانا معروف كنتسخر لهاد القهاوي وهاد السناكات وهاد موالي العوانت اللي في القرب ديالي ما بين البطوار والسماعله ومبروكه وبام ودرب عمار. راه هاد المدير كندي السلعه وكنجيب الفلوس للرجاله موالي العوانت اللي كيبيعوا بالفلوس. دايرين فيك الثقه، دايرين فيا واحد الثقه اللي ما بعدها ثقه. واللي خرجتي وقلتي لي عزيز بقيت برشيد يقول لك لا حقاش المراضي خليتو هنا. ملي خرجت درت كريريسا خزنت المراد ديالي ودفعت كريريسا وقعدت كندور هنا في وسط الساحه حتى غوتو عليا. هنا حدا الجامع ديال زرقا الجاهليه كنت كنبلاصي كريريسا ديالتي تما في الساعه الغدا وكنعس حدا الجامع. وغوتو عليا الشلوح هذاك خدامه ديال بالعيد وزوجي مع بالعيد وقالوا لي كيف كتمشي مثلا غير كطيحني شويه وكتمشي. حتى ودي راه كنمشي للمحطه كنمشي للمجلس باقي ما ركزتش شي بلاصه اللي غنخدم فيها طال معاشو. كنمشي للطايبه قالوا لي ما بقيتش تفاوت من هنا ريحنا راه اللي قسم الله غادي تخرجوا. وبقيت معاهم
درك واحد 8 سنوات ولا 10 سنين وانا قص من زق الذهبيه. دابا اي حانوت سول فيه عليا بزق الذهبيه ما يمكنش لا مول التليفونات ولا العطار ولا البقال ولا اي واحد ولا مول الحوايج ولا 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 ابراهيم الدروبي ولا ابراهيم مول الساكر ولا الشفناج ولا اللي مول يسمى اللي في الشوكه ولا مرت بوزيري اللي هي مولات الخبز ولا اي واحد. زعما اي واحد راه تيعرفوني بواحد السمعه ديالتي زوينه والمخسر الله يخليه ليا والله يخلف عليه اللي انا ما عمرنيش تسيرون عندنا كيدير حتى شوفاتو ليا المراه على النفاقه. اعتقلوك؟ اعتقلوني على النفاقه وانا في حاله مريض. شحال ضربتي ديال الحبس؟ دوزت اخويا واحد شهرين ديال الحبس. يعني شهر مقطع؟ شهر بشهر؟ لا شهرين متصل. شهرين متصل. ودابا انت كدير طالب معاش وصيفطتك الحبس؟ قبل لا ندير طالب معاش كنت باقي مريض. اكون كنت غير على صحة جيدة. راه صيفطتني الحبس وانا مريض. ودابا هذا واش عندك حتى لداخل؟ عندي اخويا كيقول لك الان تحسني لداخل. العمود في قريب ديالك دير لي الشهر. او نشي بعض عظام الشيرة مبقاش نجيب نتحمل تاني فلوس مبقاش نجيب الناس على الجيب ولا على الجيب ولا على دعم. كان الناس دقيقة ونعاود نجلب الكل نجلب كان بات كاع الليل وانا فايق. شحال فكرة المرض دابا؟ دابا خويا واحد ثلاث شهور وانا صابر ولكن هاد الشهر الاخر مبقاش بديت نتحمل. سديت المحل سديت المحل اللي كنت كنتقاد منه حسيت واحد البريريكا وعمرتها بحالي بحال الشلوع زعما. والشلوع دوك الناس اللي كنت كنسخر ليهم هما اللي كيساعدوني بالشليحة كيساعدوني بالسلعة. علاش؟ جبروا فيا واحد شوية كونفيونس. إلا عطيتيني السلعة راه غاتباع نجي لك رزقك وزيدون بلا ما تباع يوميا كيطربوني كنعطيهم داكشي اللي سكت في النار كنعطيه ليهم. هكا باش كسرت أنا هاد الناس اللي هما وضعوا فيا الثقة ملي عطاوني المبادرة التعاون الوطني بقيت كنطلب حتى بنيت بريريكا بقيت نتافق وناضل حتى بنيت بريريكا من نوع ممتاز أحسن براكة في السوق النموذجي ديال حيس كاع الدنيا. يعني الناس كتشهد بها كيقول لك أحسن براكة وأحسن البراكة اللي هي خدامة وهي البراكة ديالي. علاش؟ ساندوني الناس وعندي أخويا الفريغو ديال الفولو كنت كنخدم الفولو في الصيف وعندي اخويا الساعه كيعطيوها لي الناس اللي وقفت عليه اصحاب الجروب كيعطيوها. انت عزيز دابا كيما كتبان لك الدنيا دابا؟ كتبان لي كلام من اللي انا بغيت قاعه تما ونشت وكانت قيه ونجي على راسي وما لقيت حدايا امي ما لقيت حدايا اخويا اللي قاعد على الغايه طلبتو غير يجيب لي لابيلانس انا نخلصها ثلاثة الليل وما تسوقوش ليا. امي ما كتسمعش والله عندها شي 100 قال شي حاجة زيد عام 1900 ما كتشوفها معايا دارت معاك مسكينة وكل واحد شاد بيس دايرين شغل كراية. شغل كراية تماما هكا كنقول لك شغل كراية. امي عندها واحد الحصة ولات خايفانة يا خويا شنقول لك ولا كتشك فيا كنحط لها الميكرا كتخاف من ندير ليها شي حاجة ولات ما كتاكلش ليا ما كنتش. يعني عشت واحد الصعوبات ولكن انت ما تحافيهاش. انا ما حافيتهاش. علاش؟ علاش تقول لي تقول هذيك الدنيا مربينا ديك اللي عطيت خوها في البروج علاش تقول مربينا وجات ما كتسول عليها من لا وحيات الصحراء وخزيوها عليهم وقالوا لهم ما كنسكنوش هنا. جات ب 84 او 85 او 86 جات امها كتسول عليها البرولوجيه امها الحقيقيه ودارنا نكرو عليها. وملي قلت لهم امي راه جات امها تسول عليها قالوا لي شلل امك هاد الهضره ما بقيتش تسمعوها مني ما عادوش يدير معايا العداوه. قالوا لي ما تقولهاش علاش جيتي يقولوا راه خصك مسات خصك الحبس ما نعرف واش خاونينها ما عرفتهم واش ما عرفتش الدري كي داروا تربوا اللي رباتها راه خسر ربع سنين راه ما كتولدش اختي عاقره. مسكين المشكل اختي عاقره خويا وما كتولدش ودارتها بنتها
أختي كانت ما مجوجاش وخذا واحد ولد الناس ودخل الدرية هي ولات بنتو. المهم حنا ما ندخلوش هذا الموضوع، رجع على الموضوع ديالك انت. دابا انت عزيز مريض شي امراض ما عرفتش المرضى اش عندك؟ ما عرفتش راسي اش عندك. خاصك سكانير، خاصك هذا والفيديو. الطلب ديالك هو انك تشوف ولادك قبل ما تموت. قبل لا نموت انا ما باغيش نتعالج كاع، باغي نموت، بغيت نموت. انا ما باغيش ولادي، انا كنت برشا انا خصني نمشي في الدلال شحال هادي. لا لا ما تقصيش راسك. انا شحال ما نصحكش، لا ما نصحكش. شوف لو مشيتي تلقيتي ترى غتموت، تدخل جهنم نيشان نيشان. الا بغى لك الله تعالى تصح غادي تصح، هذا هو اللي قلت. ولو بغى لك الله تعالى انك ترجع واحد اخر ترجع واحد اخر. سيدنا ايوب شحال من عام ولد ياكل في الدور، دير اعتقادك في الله عز وجل والله تعالى راه فوق سبع سماوات، هو اللي غادي يعوضك اي حاجه ضاعت لك. اي حاجه بديك يعوضك. نبكي على الله سبحانه وتعالى. بكيت عليه اخويا ومازالت نبكي عليه. مزيان. كل ما كنت كنبكي عليه قلت لك ماشي غنبكي عليه وانا في مستشفى امراض عقليه، راه بكيت على الله في المستشفى امراض عقليه. ومن تما بقات راخصه ليا هنا. علاش؟ طلبت الله، بغيت نخرج مع العشرة ولا العشرة ونص، وخرجت مع العشرة ولا العشرة. يا سي الله تعالى يستجيب لك. دير اعتقادك في الله سبحانه وتعالى وعمر ايمانك بالله واذكر الله. وكيفاش اخويا وقعت لي واحد الواقعه ما وقعتش لشي واحد في الدنيا ما عمرها وقعت لي. ملي خلاتني المرا في الدار توا واحد النهار مت بالجوع وانا نسد عليا الباب ديال الدار وانا نتيمم وانا نديت كنصلي وكنصلي بخشوع. ما طلبتش الله باغي الديور ولا باغي الاملاك. بغا ما تاكل. بغيت غير ما نسقي هذيك اللحظه. في ديك اللحظه علاش كنت كنشرب فاني ديال برشيد، بغيت غير ما ناكل. وسديت عليا الباب ديال الدار وبخشوع. والله شاهدوا عليا انا ما عمرها وقعت شي نفس بشريه الا كنسمع الدقه في الباب. وسلمت ومسح الدموع ديالي. والوقت اللي نك الباب كنجبر واحد السيد ماطي ليا البلبوله مسق ليا بسبع خضاري كسكسو والبلبوله ماشي سميده، ماشي شي نوع اخر. البلبوله مسقيه بسبع خضاري. هذاك السيد جارك ولا شنو؟ جاري. الله اكبر. لا اله الا الله. واحد الطفل باقي غير صغير ملي شديت من عنده دخلت وطحت على ركابيه وكنبوس في الارض وقلت لربي حمدتك بالمناير ولا يحسيها شي عبد. وبقات لاصقه ليا هاد الكلمه ديال حمدتك يا ربي وشكرتك بالمناير ولا يحسيها شي عبد في الدنيا. ولا يحسيها شي عبد في الدنيا باقي لحدي الان ما عمرها تحيد ليا من الذاكره ديالتي ولاصقه الذاكره ديالتي. من اللي خلاتني المرق كنعاني والدوايات مشتعة راسي وهي خرجت عليا. خلاتك انت فوق المرض ديالي. فوق المرض ديالي. وخلات الدواء مشتت عليا. وخلاتني فواحد الحالة ما كاين فقود الذاكرة. وتصور قلت لك حتى ما لقيتش من ناكل. وانت عندك 12 مليون عطيتيها لباك باش نشري لك. وباكت ابني وباكت اتي. وانا اللي كنموت. بات ولادك كيموت. وكيضيع عرق بعرق. وما تلافتيش ليا. ولكن راه عرفتي شكون تلافت ليا، مول سبع سماوات ومول سبع اراضي ومول خلق الرحمن وخلق هو على كل شيء قادر. الحق هو مولاه والحق هو اللي وقف معايا. والله هو اللي وقف معايا. ملي ما ساندونيش نسابي رانا جبرت الله في كتابي. ملي طلبت الله وقفت على رجليا وطلبت الله وعطاني الله التفصيل ديال البلبوله من ناكل راه فيها خير قوي. ديك البلبوله هي اللي شافاتني وداك التفصيل هو اللي جعلني بقيت كنتوقد بشويه حتى وكان رجعت فيا الروح. وهذه من نهار تفرقت عليها رحمتك يا ربي وشكرتك بالمناير ولا يحسيها شي عبد. بالمناير ولا يحسيها شي عبد. من نهار تفرقت عليها حمدتك يا ربي وشكرتك. انا اش كنقول لك ديتي ليا؟ انا قلت لك نهار الاخر ملي بغيت نجيب حالي عطيتكم حويجات. قالت لي امي قالت لي كري كاميو وهز رحيلك وحيلها وجيبو. وقلت انا لا، نهار بغيت نخوي البلاد مشيت غوت عليكم وقلت لكم كاس ما نخرجوش معايا.
وانا تزيدت عريان نخرج عريان. اليوم انا غدا راني خويا من هنا من البروج ما غنبقاش فيه. ها الساروت عطيوهم مالين الدار، عطيو الساروت قلتوا لي لا، قلت لكم هزوا الحوايج حقه هادي ما ديالناش، حقه هادي ما ديالش. قلت لهم كاس والله لا بقى عندي، كلشي تهزوه ولا تخليو كلشي. وهزوا كلشي ما كان ملك في الدار، كل من هو اساس عدي. قلت له ادي خلي وليداتي تيكبروا. واليوم ما شفتوش فيا بعين الرحمه، واليوم اخويا مات حتى ولدي ما انا ولدك. وما نحي ديك السميه ديال رمال عبد العزيز نحيوها، انا مزوق فيكم نحيوها. ولا جبرتي تمحيها من لاكار وقلب على باك البلوروجي، الا ما كنتش انا باك قلب على باك الاصلي. هذا هو البلاغ اللي جيت نوصل لهم، ونطلب من الله كل من هو ساندوني الجيران، وما نسابي ما ساندونيش، ومراتي ما ساندتنيش. واش هادي اللي مشات عندي للسبيطار اخويا وعندك 12 مليون وما ديتيش ليا حتى قارلو حتى قرعه الماء دانون نسيتو تحليل؟ علاش جاي تشوفيني؟ واش جاي تشوفيني واش مت ولا حييت ولا كي باقي؟ علاش جيتي عندي للسبيطار وما جبتيش ليا حتى حوايج باش نبدل؟ وما جبتيش ليا حتى من حتى نسيتو تحليل عريق نشربو باش نجبر كي نهضر معاك؟ حشومة عليك، حشومة عليك. وكبرتي كبدة وليداتي، كبرتيها في حنكك. علاش؟ باش تقول ليهم سير شوف باك محشوماش، ونسابي راكم زيرو، نسابي راكم ما تصلحوش. انا اللي في قلبي انا قلت لكم، والعيب عليا اللي زدت عليكم كلمة ما تسمحوش ليا غدا قدام الله. رانا ما كنزيدش كلمة امام الله ما تسمحوش ليا غدا قدام الله ما تسمحوش ليا. انا العيب عليا الا زدت عليكم غرام ديال الكلمه. واش انا ولدي كنطلب فيك تعالى نشوفك لله لله لله؟ مبغاش. اش باغي تعطيني؟ ما عندكش ما تعطيني، راه العاطي الله ولا عطى شي واحد واحد، راه الله اللي كيكون سخره ما بينه وما بينه، الله اللي كيسخر والله اللي كيهدي القلوب. دابا راك وليتي راجل، ملي غتجوج وتشوف مرتك هاد اللايف محي السميه ديالتي ومحي كنيتي، محي حاول تمحي الكنيه ديالتي، ما تبقاوش ديروها بالكل. وما تحاولش تجي الا متغدى ولا بتغدى، ما تحاولوش تجي وتورثوا خواتاتي وتقول لهم حق حق بانا. هذا هو البلاغ اللي جيت نوصل، حقاش انا عيت ما نطلب. دابا نكرتي ما سمقاش ولدك ما ايوا هما ما نكرونيش هذه 21 سنه صافي. دابا سديتي لي في الحقيقه ماشي نسد عليهم، هادو اللي سدوا الباب في وجهي. مشيت كندق وطلبت العام الاول، طلبت والعام الثاني والعام الثالث والعام الرابع والعام الخامس والعام السادس، كل سنه كل سنه كل سنه. وبخصوص ملي كنت حداهم راه كاع الجيران ديتهم، راه شوها ملي كنمشي انا وشي واحد كنطلبوا كيسدوا علينا الباب وكيوقفوني قدام الباب. لا حول ولا قوه الا بالله. وما عندكمش حتى شي دويره اللي تحمر الوجه اللي فين غندخل انا والناس، عندكم ازريبه محشوماش. وما دابا ياك وليتي بخوتك ولا خوتك كيمشيو برا، اولا واحد ولا لاباس عليه وليتو لاباس عليكم وبنيتو الديور، ودابا راكم كتبنيو في الديور. راه كل منهم بنيتوها خطيه، كل منهم كل من هي حاجه كتستعملوا فيها راه خطيه. دابا عندهم الدار فيها ثلاثه بلا رجاله، كلهم طلقات، العيالات مطلقات، ما عندهمش الراجل اللي واخد. احنا ما ندخلوش في الاعراض ديالهم السي عزيز، المهم اللي الكلمه الاخرى لك ديالك. الكلمه الاخرى ولادي حذفوني وما نبقاش شي واحد يسلم عليا من جهه البرود. الله يجازيكم بخير، سدوا ذاك الباب ديال اوليداتي، ما بقاوش تقولوا با. وحيد ديك الكنيه ديال رماد، حيدها من لاكار ودير كنيه امك وقلب على باك البلوروجي. انا راه واقيلا تلاقيت مع امك صدفه، شمك واقيلا باك هو ولد سميتو اللي كان خاطبها قبل مني انا، وجيت انا ختم من وراه. تقلع صافي مابقاش الصلاه الوطن. اذا متتبعي مجله 24 هذه هي القصه، عزيز الرمادي معاناة ديال 20 سنه و20 سنه. دابا الان جا كيقول اخر فيديو غنديرو باش يوصل رسالة لولادو الزوجة ديالو، وكيقول انه
انا ما عرفتش شحال غنعيش وما بغيتش نتعالج. انا المرض ديالي ما عارفوش، وباغي نقول لي ما داك ان انا ما بقاش حتى واحد يسول فيا ويمسح لي الذاكره ديالي، يمسح السميه ديالي من الذاكره ديالو، لانه تخلوا عليا مده 20 عام دابا. وانا لقيت قال لك ولاد الناس اللي وقفوا معايا بجنابي في السطات، الشلوح، الناس اللي كيعرفوه هما اللي وقفوا جنبه. كلها مدينه بصحه مدينه السطات، الله يقوي عليهم خير والله يخلف عليهم. اللي انا يعطوني الناس، عطوني الشوي حميد كيبيع الشوا وعطاني اللحم وقال لي يديه طيبوا بداركم، وما كاسكروطات راه كل من هو واحد ها هو. انا حدا اسمي لا عرفت عرفت. الله يتقبل لي، الله يتقبل لي، الله يتقبل كل الله يتقبل لي. سي سي عزيز كنشكرك على سعة الصدر ديالك، ونتمنى لك الشفاء العاجل، والله يحنن عليك القلوب ديال الوليدات ورجعوا لك القلوب الرحيمة فقط. لا ردي شي حد اللي باقي يشوفني ابدا، القلوب الرحيمة اللي يسهم جنبي ناس اخرين، ولقيت ولادي بلاصة اخرى غير اللي ساندوني كيرافقوني وتسخروا ليا ويساعدوني ويعاونوني. هادوك هما الاهل ديالي وهادوك هما الاهل ديالي. اما انا ناشدت وطلبت وعيس من صيفطيك وعيس من راوغ وعيس من دابا ديال النهايه لك اليوم صافي اخر. هي النهايه حقاش كنت هادشي خازلو هنا، وداكشي اللي بقيت خازلو هنا راه هلك ليا العظام ديالي، بقيت خازلو حتى هلك ليا العظام ديالي رشاو. وملي رشاو العظام ديالي راه وليت كنشاهد بالليل وبالنهار. اليوم انا غنموت ما عرفتش راسي نموت هاد الدقيقة ولا دقيقة أخرى. المهم أنا اللي عليا أنا وصلت اللي في اللي في قلبي، وليدات إلا باقيين تشوفوني بالكل بصفة عامة، ما أنا باك ما أنت ولدي بصفة عامة. أنا كنقول لك اللي في قلبي، حقاش القلوب ديالكم أكثر من نسالي. شكرا شكرا لك سي عزيز، دمتم في رعاية الله متتبعين مجلة 24. هذه القصة ديال البازي.